Oha يا اصدقائي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم فيديو على براول ستارز. موضوعنا اليوم عن اندر 10 سكنات ببراول ستارز. اول شيء اشرح لكم شو يعني اندر 10 سكنات. يعني في بعض السكنات اجوا على لعبه مره واحده وما اجوا مره ثانيه. يعني هدول السكنات لهم وقت محدد بينزلوا فيه او نزلوا فيه وما نزلوا مره ثانيه. ما رح نحكي اكثر من هيك مشان ما يصير في حرق بالفيديو. لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناه ويلا نبلش. بلش بأول سكن والكلياتكم بتعرفوا واللي هو شايلين نجمة. خلينا نحكي شوية عن سكن شايلين نجمة. هذا السكن عطول العالم اللي كانت مبلش اللعبة قبل 2018، يعني اما تفوت لعب 2019 عطول العالم عاملي حساب 2018. السكن بعد ما عطول العالم ما عاد بيان لا بمتجر ولا بأي محل تاني. بس انه اللاعبين عاملين حساب 2018 كانوا محظوظين كتير، حتى اذا كانوا نوبس او لاعبين مناح، بس انه كانوا محظوظين كتير انه عملوا حساب بهداك الوقت. في سكنين اجوا بنفس الوقت والسكنين كانوا غاليين والحمد لله ما قدرت اشتري ولا واحد، بس راح احكي عن السكن. اول سكن منه هو 8 بيت فيروس. سكن 8 بيت فيروس نزل اول مره على المتجر نسيان باي عام، بس انه نزل بسعر 300 جوهر. طبعا ما قدرت اشتري، يعني كنت بشتري سكن فرانك تبع الكهف فراحت علي. بس انه بعد ما نزل بداك الوقت ما عاد اجى لا مره ثانيه لا على المتجر ولا عاد فرجونا عنه شيء، بس انه يشتراه كان محظوظ كتير. فاصل بسيط، اللي عنده اي سكن من هدول 10 سكنات اكتب لنا بالتعليقات لنشوف اكثر واحد عنده كم سكن نادر. يعني مثل ما قلت لكم اجوا سكنين سوا، اول سكن 8 بيت فيروس، ثاني سكن هو تارا النينجا. تارا النينجا كان ارخص منه مع انه حاسس كان تارا احلى منه، بس انه اجى بسعر 80 جوهر. بس الصراحه السكنين كانوا اسطوريين وما قدرت اشتري ولا واحد، انا كنت غبي وكنت مفلس جواهر. بس هذا السكن كمان لا حس ولا خبر، ما عاد بين بعد ما نزلوه مره واحده بالمتجر. اما رابع سكن كمان ليش وما شاء الله شيري كلها نادرة، عادة ندرة العادية مع انه هي بتنزل اول بطل بالليل مجانية البطل، بس انه سكناتها نادرين. سكن ساحرة الليل اجا بسعر 150 جوهرة بالمتجر. هذا السكن نزل بعيد الهالوين، مثل ما قلتلكم نزل مرة واحدة بمتجر بسعر 150 جوهرة وما عاد بين مرة تانية. وقت اجا سكن ساحرة الليل اجا معه سكن تاني مورتيس ساحرة الليل. ما عارف مورتيس صبي فليش نزل سكن على انه بنت، ما عرف حسيت ان سكن حتى سكن ما حبيته، سكنات مورسكي اللي ما احبها فما عرف ليش سووه بنت بالاساس. ما علينا، المهم ان السكن نزل مع سكن شيلي ساحرة الليل بسعر 150 جوهر. الاثنين نزلوا بنفس الوقت بالمتجر، بس كمان ما عاد بينه لا حس ولا خبر. بس شيء حلو انه اذا كانت عندك سكن شيلي وواحد من اصدقائك عنده سكن مورتيس بيطلعوا طقم كتير حلو. في مره كمان وزعوا سكن جيسي الصيني. هذا السكن لا معروف ايمت رح يجي وما حد بيعرف اذا كان حتكون ندرته مثل ندرة شيلي النجمي، بس على حسب حريات كانت تبعيته انه بظن ما رح ينزل وحسين ندرته مثل ندرة شيلي النجمي. وان شاء الله يصير هيك، لانه بتمنى يكون عندي سكن نادر مستقبلا عشان يجيني شخص ويقول لي واو نيالك اذا عندك سكن جيسي صيني. في سكن تاني كمان نزل ببلاش حطوه من فتره قريبه، بس انه بين سكن جيسي وهذا السكن في فتره زمنيه. بظن عرفتوا السكن. السكن هو لابول ملك البربر. هذا السكن كمان مثل قصه جيسي ما معروف عنه اذا كان رح يجي مره ثانيه واذا كان حطوه بمتجر، وان شاء الله كمان ما يحطوا لنا السكنين عندي. سكن صراحة انا ما بعرف اذا بينزل متجر او لا، بس انه صلوا زمان ما نزل من اول ما بلشت لعبة ولا مرة شفته بمتجر. السكن هو لدينا مايك بابا ومايك، نزل بالكريسماس ومن وقتها ما عرفنا عنه شيء، ما نزل لا بمتجر ولا باي محل تاني. فعلى ما اظن هذا كمان سكن نادر مثل ما قلتلكم انه ولا مرة شفته بمتجر من 2020 اول ما بلشت اللعبة، فبظن هو كمان سكن نادر بما انه ما بين بمتجر. وحلو انه دينا مايك يكون عنده سكن نادر، ما انه بحس في كثير عالم ما بتلعب فيه، مع انه انا بحب هالشخصية، بس انه كمان حلو انه يكون عنده سكن نادر. وهذا السكن كمان وزعه مجانا سكن ريكوشي. اغلب السكنات النادرة بتكون سكنات مجانية، ما بعرف شو الهدف من الموضوع، بس انه حلو انه يوزع سكن مجانا بعدين يسووه نادر. سكن ريكوشي كمان لحقته الحمد لله اجى ببلاش، جانا متجر لمدة 3 ايام يمكن، فاللحق جا ومبروك عليه وما لحق راحت عليه. المهم هذا السكن مع انه مثلا فوق 6 او 7 اشهر كمان بحسه نادر وما رح يجي مرة ثانية. وثاني افضل شخصية بالنسبة لي ليون، كمان عنده سكن نادر. سكن ليون زيب. سكن ليون زيب كمان نزل متجر لمرة واحدة بسعر 300 جوهرة. وحتى لو كنت بوقت هذيك اللي مستهيك تشتري انه 300 جوهرة سعر كتير كتير عالي، بس انه عنده هذا السكن عن جد بيكون سكن نادر وكتير بحسه انه هيبي لليون، بس انه كمان سكن بطل حلو. اكتبنا بطريقات اذا عندك كان سكن ليون، ومثل ما قلت لكم اذا كان عندكم اكثر من سكن نادر لا تنسوا تكتبون بطريقات لنشوف اي اكثر مشترك عنده اكثر سكنات نادر. اخر سكن مر اليوم سكن لبيبي، ما بعرف هذا السكن كمان مر عليه كثير وقت ولهلا ما نزل متجر مره ثانيه، وهو ما نزل متجر كان بسعر 150 جوهره. سكن كثير حلو وانا لحقت وقت نزل متجر، بس للاسف ما كان معي جواهر كالعاده وراحت علي. وشفت كثير لاعبين عندهم اياه لانه عن جد سكن كثير حلو
له وبظن بيستاهل 150 جوهرة. وغير هيك صار واحد من السكنات النادرة. فأوكز غاية إذا كان عندكم رأي تاني أو عندكم سكنات تانية نسيتها أنا، أو إذا عندكم أفكار لسكنات تانية لا تنسوا تكتبوها بالتعليقات. إذا كان عندك أي فكرة حابب أعملها فيديو لا تنسى تتابعني على الانستغرام وتقلي هنا. ما رح أطول عليكم أكثر من هيك. أوكي أصدقائي، منكم سنة هذا الفيديو، لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناة إذا عجبك هذا الفيديو. واريغاتو فور مشاهدي. نحن هنا سؤال صعب سؤال صعب.